النهارده الحقيقه في نهارك سعيد، منورنا شخصيه الحقيقه احنا سعداء جدا بيها وجودها معانا، وبقى لها كتير ما ظهرتش يعني في الاعلام، وبنسعد ان هي تكون معانا في اول الانترفيوهات اللي هي بتعود بيها تاني من خلال الحدث المهم والاكبر في اللي هيحصل خلال الشهر الجاي على المستوى الثقافي، هو اعاده افتتاح مركز ومسرح الهناجر للفنون. انا شخصيا واحد من الناس اللي يعني كنت بلعب في المركز ده وانا صغير، كل المعارض والمسرحيات والندوات كان فعلا ملتقى ثقافي مهم جدا، وكان بقاله 4 سنين مقفول. هنعرف عنه اكتر من خلال واحده من ابرز الشخصيات المصريه والعربيه في مجالات الفكر والادب الروائي والادب المقارن والنقد الاكاديمي، ادارت عده مسارح مصريه ابرزها المسرح القومي المصري اللي هنتكلم عليه ومسرح الهناجر، والنهارده هي هتتكلم معانا عن اعاده الافتتاح. منورنا دكتوره هدى وصفي. صباح الخير يا فندم، منورنا. صباح النور، اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، منورانا جدا. بدايه العام الجديد باذن الله. عايزين نبارك لحضرتك طبعا على افتتاح مسرح الهناجر. شكرا. وعايزين نعرف الافتتاح هيكون امتى؟ باذن الله يعني امبارح يعني تم الاتفاق مع سياده الوزير انه يبقى 4 يناير. طيب وطبعا احنا عارفين التجهيزات اخذت وقت طويل جدا جدا. خدت وقت 4 سنين متهيألي. لان هي ما ابتدتش على طول مباشره، هي ابتدت شويه وبعدين حصل كده مشكله توقف. مشكله فتوقفت، وبعدين اتغيرت الشركه اللي هي بتقوم بالشغل، وبعدين حصل برضو مشكله اظن في حاجه يعني فنيه او في يعني اتفاقات او حاجه، ف يعني بدا بقى في المرحله الاخيره. المفروض ان هو الشركات اللي تبع الجيش هي اللي قامت بانجاز او باتمام التطوير بتاع المكان. بس ولاد الحلال قالوا ان التاجيل دوت ما كانش يعني لاسباب فنيه، كان اكتر لاسباب سياسيه وحاجات كده، يعني اسباب خفيه زي الايدي خفيه كده. هو بالحقيقه يعني انا اقدرش اقول انه الهناجر كان في حاله يرثى لها ومحتاج لانه هو يتطور قوي، لا طبعا ما فيش شك. هو كمان كان بيعاني من مساله دايما انه كان عنده لفت نظر، كل مسرحيه والتانيه يجي لنا لفت نظر انه انتوا بتعملوا حاجات ضد كذا وضد كذا، ودايما كان عندنا امن الدوله بالحقيقه ما كانش مقيمه، ما كانش مخلي على نفسه يعني اي يعني دايما كل حاجه نعملها فيها ضروري حاجه لفت نظر. فبقت حاجه ممله بصراحه يعني. فهو فكره كويسه وذكيه ان الواحد يعني يطوره احسن. طيب يطوره. خلينا نتكلم مع حضرتك عن البروجرام اللي هيتم في حفل الافتتاح في مسرح الهناجر يوم 4 يناير ان شاء الله. هو يا ستي باذن الله كده هيبقى في طبعا افتتاح المكان. المكان طبعا هي احنا كنا بنستعمل المكان، هو كان ليه كانت الخشبه من ناحيتين، فاتخذت الجزء ده واتعمل سينما مستقله، سينما 3 ابعاد اللي هي 3D. وبقي فيه المسرح بقى بشكل طبيعي عادي يعني خشبه واحده، وهيبقى فيه افتتاح لمعرض استعادي. هيبقى فيه مجموعه من اللوحات اللي هي كانت باسماء الفنانين اللي سبق وتعاملوا مع المكان منذ افتتاحه، يعني منذ 1992. ابرز الفنانين يا فندم اللي قدموا معارض او قدموا اعمال مسرحيه على مسرح الهناجر؟ سواء المعارض طبعا كفنانين تشكيليين، كان في اسماء كبيره كتير قوي، مثلا زي الراحل حسن سليمان، وزي طبعا يعني كتير والله، بس انا وكتير كمان حتى جم من الخارج زي مثلا مروان السوري اللي عايش في 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 ايطاليا، وزي جالنا من كل يمكن يعني من كل وطن العربي ومن بره كمان، وكان في طبعا من المصريين، كان في فريد فاضل ونظلي مدكور ونعيمه الشيشيني ومارجو فيون اللي هي الجامعه الامريكيه واخده كل اعمالها، وكان في احمد شيحه، وكان في سمير فؤاد، وكان في انا خايفه بس انسى ناس، وكان في صلاح عناني، وكان في مين تاني كتير والله، وكيتي عبد الملك وكتير والله من الفنانين المعروفين يعني. وبالنسبه للمسرح؟ المسرح طبعا اشتغل في المسرح بقى الحقيقه اجيال، يعني الجيل اللي هو طلع من الهناجر اللي هو نقدر نقول الجيل اللي هو بتاع خالد الصاوي والمجموعه بتاعته ده، اللي هم ابتدوا من سنه 93 يظهروا في المهرجانات الفرق اللي هي كنا بنعمل لها يعني زي مسابقات. كانت كمان في كتير من الشباب طلعوا بسبب الورش الفنيه. ايوه. زي مثلا حد زي هاني المتناوي او غيره وغيره. بعدين كان في طبعا الشغل اللي هو نقدر نقول الاكثر احترافا، اللي هو مثلا واحد زي جميل راتب مثلا جه
وعمل شهرزاد مثلا مع سلوى خطاب وكذا، زي نور الشريف لما جه وعمل محاكمة الكاهن، زي مجموعة من زي عصام السيد، زي محسن حلمي، زي دول طبعا المحترفين، زي كل برضو طبعا حسن الوزير، أحمد عبد الجليل، إميل شوقي، محمد الخولي، محمد متولي، عمرو أبيل، كل المجموعة دي كلها طلعت بتعمل مسرحيات. أشرف فاروق اللي هو حاليا دلوقتي نائب مدير الهناجر طبعا. احنا برضو. سمعنا ان هيبقى في عرض كمان هيتم عرضه بالظبط، يوميها هو للاستاذ لطفي لبيب بالظبط بطولة لطفي لبيب وإخراج محسن حلمي اللي هو أصلا افتتح الهناجر سنة 92 بعرض كان مكاتبه محمد السيد محمد علي اللي هو حاليا رئيس البيت الفني، كان اسمه المحبة الذاتية، وكان عن الفنانين، فنانين الشارع اللي هم كانوا ايام محمد علي وكده، اللي كانوا ممثلين اللي في الشارع دول، اللي هو مسرح الشارع ايام محمد علي. احنا عندنا كان نوع من المسرح غير المسرح الاوروبي، اللي هو مشاهد من الشارع وكان فيها نقد اجتماعي وكان فيها احيانا طلبات للوالي او طلبات انا لرئيس حاسه البلد. المسرحيه يعني سياسيه شويه هي سياسيه طبعا طبعا وفي نفس الوقت سياسيه، لكن هي واخده شكل طبع زي ما تقولي بالظبط. شعبي. ايوه هي اسمها، هي كان الاول اسمها الاحوال الساخره في الوقائع الساخره في احوال القاهره، ايوه بالظبط. ودلوقتي سميناها اهو ده اللي صار نسبة لأغنية سيد سيد درويش. درويش، حاسه فهي كده ان هيبقى فيها نقد فيها نقد، وهي معمولة زي فرس زي ما تقولي بالظبط. حاجة يعني حاجة مضحكة، وفي نفس الوقت حاجات كلها كأنها كاريكاتير. اوكي، ما هياش في اي يعني حاجه لثوره 25 يناير؟ هي هتبقى فيها مشاهد. بالظبط، شكرا، خلاص كده. بس احنا عايزين برضو بس هي مش مركزة لا على طبعا، كده. لا طبعا. اوكي، بص هو المسرح لسه جديد مش محتاج يتجدد، فبلاش يتجدد قريب، ممكن يتجدد بعد شوية يعني. لا اعتقد انه على الاقل دلوقتي يعني مش نقدر شوية مش لازم يطلع تصدع نطمن يعني. بالظبط. الخشبة تقع يعني. طيب ده بقى يعود للقائمين على الامر. القائمين على الخشبة. طيب دكتور، عايزين نتكلم على انشطة مسرح الهناجر ومركز ما نسيت اقول لكم بقى، بعد المعرض وبعد كده في افتتاح السينما برضه، هتبقى السينما هتفتح بفيلم صغير كده عشان تبين يعني اللي بيدخل يلبس نظاره وكده، فهي تعتبر يعني. في تجديد ايه يعني. نوعيه الافلام اللي بتعرض في سينما الهناجر؟ لا لسه الحقيقه احنا ما تعاقدناش مع، المفروض اللي بيقوم بهذا التعاقد، احنا لينا شهر في السنه لانتاج الشباب، باقي السنه بقى هيبقى تعاقد مع شركه تكون برضو محترفه، ده عن طريق صندوق التنميه الثقافيه هيقوم لانه طبعا انت عارف برضه المكان محتاج ان هو يعني دعم يبقى عنده طبعا، اكيد عنده دخل شويه مالي يعني، ففي الكافيتيريا طبعا هتجيب برضه كافيتيريا المفروض الهناجر دي بالظبط يعني. يعني كنا مقيمين تخش بتخش انا عمري ما انسى، تخش تفتح الباب تلاقي كافيتيريا في وشك، فواخده المكان كله. لا المره دي هي واخده مساحه كبيره برضه، بس على اليمين وليها مدخل يعني. في حته بره على يعني المدخل ما بقاش كافيتيريا على طول؟ لا مش في حته بره كده على يعني في الهواء الطلق، ما انت تدخل كده في مطعم، وبعدين الباسيو نفسه تحول برضه لكمالة كافيتيريا، فالكافيتيريا كبيرة قوي دلوقتي. هي بتبقى وفي منطقة للفنانين ومنطقة هنتقابل فين؟ في الكافيتيريا الهناجر. كافيتيريا هناجر معروفة. طيب دكتور، أنا مبسوطة والله قوي بالكلام ده. احنا لا يعني أنا بقول حتة كده، بقول لك يعني أنا كنت بروح ما بعملش يعني ما اعرفش ايه اللي هيحصل، اروح الصبح وخلاص، وهو بقى الهناجر بشوف اللي هيجي في سكتي، وكريم التونسي كان بيقدم عروض طبعا مهمه جدا، راقصه رقص الحديث طبعا. يعني وديانا كالنتي قدمت شغل حلو قوي، ديانا كالنتي طبعا، والهناجر جالها بيتر بروك، وجالها سوسنوفسكي، وجالها جواد حلو الاسدي، جدا زي ما وجالها قاسم محمد، وجالها نور الشريف برضو عمل ورشه، وامير العصفوري عمل ورشه، وكان طبعا الراحل طبعا كرم مطوع عمل حاجه تنبأ فيها بامور كثيره، كان عرض اسمه ديوان البقر. والله طب زي ما حضرتك قلتي يمكن كمان هيكون في عرض لفيلم تسجيلي عن تاريخ الهناجر. ايوه بالظبط، تسجيلي بالظبط. فيلم تسجيلي يبدا كويس قوي. من طبعا بيبتدي الفيلم بان انا يعني بقول يعني تقريبا فكره الهناجر كانت ايه، وبعدين شويه ده مقتطفات من الناس اللي اتكلموا عن الهناجر، زي قاسم محمد، زي نور الشريف، زي بيتر بروك، زي اظن هم اتنين تلاته بيكلموا، وبعدين من 92 بقى لغايه يومنا هذا مشاهد بقى زي سريعه كده من بتواريخ واسماء للمسرحيات اللي اتقدمت. طب خليني عايزين بس نوضح كمان للساده المشاهدين اكتر، يمكن احنا عارفين بس نفسنا الناس كمان تعرف اهميه مسرح الهناجر واهميه كمان المسرح في حياتنا الثقافيه. طبعا مهم جدا. هو الحقيقه هو المسرح ان ما كانش يبقى حي في اي بلد
بيبقى في حاجه كبيره جدا ناقصاها، اكيد لانه المسرح بالذات هو المكان اللي الناس بتتلم فيه، اللي فيه شكل من اشكال المشاركه او التفاعل الحقيقي، لان انت بتبقى شايف ناس وناس معاك، اكتر حاجه فيها تفاعل هو ان يبقى حد على الخشب وانت في الصاله ومتشارك في هذا الحدث، مش زي السينما. السينما مهما كان تفريغ طاقه كمان، لا والسينما مهما كان بتشوف الفيلم. انا فاكره يمكن قلت المثل ده كتير، انه لما يوسف شاهين عزمنا في باريس عشان نشوف كاليجولا، كان عاملها في الكوميدي فرانسيز، لما شفناها طلع الناس كلها حضنته لانه كانت المسرحيه ناجحه جدا، فقال انا اول مره اعرف يعني ايه نجاح، لانه لقيت الناس بتبارك لي وتبوسني وكده على اساس في اللحظه رد الفعل في ساعتها. لكن الفيلم ما بعرفش مين شافه، بيتشاف في سينما في حاجه ما اعرفش مين شاف قال ايه عليه، رد فعله ايه ما اعرفش، انما النهارده عرفت يعني ايه ان واحد يبقى ناجح. فطبعا ما فيش شك انه المسرح يعني دوره مهم جدا، عشان كده كتير جدا من المسارح، وده من ايام يمكن العصور الوسطى من قبل كده كمان، المسرح دايما تحت الاضواء ودايما بيتخاف منه. طيب خليني على اهميه مركز الهناجر بالذات، عشان عايزه اهميته الحقيقه ان هو كان مركز اشعاع، ده ما حد هو ده اللي اعترف بيه اليونسكو، انت عارف ان اليونسكو كرمنا سنه 2000 واعترف بانه افضل مركز في جنوب المتوسط، وقال انه المركز ده يعني بي بي بيقدم خدمه للشباب وبيقدم خدمه للحياه الاجتماعيه في مصر، تعتبر من افضل ما يمكن، لانها هي عامله تفاعل، يعني ده مكان قادر ان هو يجذب المجتمع ويجذب الناس لمكان يتفاعلوا فيه. نفسي يبقى عندنا مسرح الهناجر في كذا حته. لا هو ده اللي قاله نور الشريف في الكلمه بتاعته، قايل كده قال نفسي نلاقي الهناجر ده في كل حته في مصر، او على الاقل هو بيحل او يعني بيقدم نفس دور قصور الثقافه اللي كانت المفروض تكون هي ليها الدور الاكبر، بس اتحرق يعني. طب انا عايز ارجع تاني عايز اقول الحته لا لا مهم جدا، اللي اتحرق ده او اللي اتعمل ده برضه خطا من القائمين، لانه دي كانت غرفه فن تشكيلي، ما كانش مسرح خالص. يا طبعا اللي قايم على المكان هو اللي كان لازم يمنع ده، لانه دي مش للمسرح، ودي ما تعملش فيها ديكور شمع او كلام الفارغ اللي عملوه ده، لدرجه انه حتى الله يرحمه محسن مصلحي دخل 3 مرات وخرج لانه قال لك هنتحرق، يعني كان في بوادر بانه دي هتعمل ازمه. بالظبط، ما هو ده، ما هو الاهمال راجع للاداره الخاطئه، اول الاداره الخاطئه راجعه لعدم الاهتمام يا فندم. يعني احنا عندنا قصر ثقافه في كل محافظه وفي كل منطقه مهمه في مصر، ومعلش يعني هم للاسف يعني في قصور ثقافه فاعله وشغاله طبعا، بس في منهم كتير قوي واقف. طيب خلينا نرجع يا فندم لمركز الهناجر. اعتقد ده برضو من مشروعات الدكتور شاكر عبد الحميد، نتمنى هو يفعل قصور الثقافه، مش بس يكون هو وكل الوزراء، يعني كل خطه وزاره، كل خطه بلد، ده المهم. يعني يبقى مش بس وزير، يبقى مرحله نعيد فيها وزاره قصور الثقافه. خلينا بس نرجع للهناجر تاني. هناجر يعني من 20 سنه او من 10 سنين كان لوحده، دلوقتي في مراكز خاصه زي الساقيه مثلا وزي غيرها. ازاي النهارده الهناجر هيقدر يعيد مكانته تاني الثقافيه على الساحه؟ هو في شك انه الهناجر لو هو قدر ان هو يقدم شيء يحترم العقل ويجذب المشاهد، المساله اصلها مش مساله انت عندك في مصر بس، القاهره بس فوق ال 12 مليون انسان، فمش معقول حتى لو مثلا نقول الساقيه بتجتذب مجموعه من الناس. على فكره ما ابتدت الساقيه كان بيجي عبد المنعم الصاوي الهناجر وتعرف على كتير من الفرق اللي كانت موجوده، واخد منهم وقدمهم في الهناجر، وقدم حاجات كتير من الحاجات اللي كانت بتتقدم في الهناجر قدمها عنده في الساقيه، وكتير من الفنانين اللي كانوا بيشتغلوا معانا اخدتهم، وانا احب جدا لما يبقى في تعاون يعني يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. ده هو المكان بتاعنا كان بيفرخ ناس، وكان ارحمه صلاح ابو سيف وغيره من الفنانين كانوا بيجوا ياخدوا شباب كتير قوي، يعني كتير جدا من اللي دخلوا مجال المسرح ومجال التلفزيون والسينما كتير جدا منهم كان موجود في الهناجر. يعني انا فاكره انه صلاح ابو سيف مثلا اخد ناس، وانعام محمد علي اخدت ناس، وكتير من مره يوسف شاهين برضو اخد ناس، ومحمد صبحي جه واخد كريم التونسي عمل له كارمن. عمل له 3 مسرحيات اللي هم اللي كان اخدين دول بالظبط. ويعني في كتير من يعني شغلته ان هو يقدم للناس، بس هو الميزه بتاعت الهناجر انها كانت بتعمل ورش الحقيقه من خلال مع ناس لها باع في هذا المجال. يعني مثلا ما تجيب مثلا واحد زي جواد الاسدي، هو واحد معروف على مستوى مصر، مستوى البلاد العربيه، وكمان مستوى مثلا اوروبا. تجيب واحد زي رجاء عساف، تجيب واحد زي كرم متوع، زي نور الشريف، يعني لازم الشخص اللي يعمل الورشه ده يبقى فعلا له ثقل ومعترف بيه. فده كانت ميزه، لانه كان بيبقى عنده هو يعني كان بيدخل بيراهن على اسمه.
انه يطلع افضل شيء. هو عارف ان المكان هيحترمه وهيديله المساحه اللازمه ان هو يقدم. طيب خلينا نقول ايه هي خطه مسرح الهناجر بعد الافتتاح؟ يعني في خطه 2012 في برامج يعني هو في الحقيقه مجموعه معارض في بعض الناس اوريدي حاطينهم في قائمه المعارض الفرديه بعد المعرض الجماعي ده اللي احنا بنبتدي بيه اللي هو بنعتبر معرض استعادي. وفي مجموعه بالاضافه كمان انه في مجموعه مسرحيات تقريبا يعني في دلوقتي 4 5 مسرحيات فعلا في بروفات يعني في بروفات معموله ليها يعني بعد محسن حلمي في محمد ابو سعود في حسن الوزير في احمد عبد الجليل كل دي مسرحيات في مجدي حكيم كل دي مسرحيات جايه ورا بعضها يعني باذن الله ده في برنامج يغطي تقريبا 2012 من ناحيه المسرح فده موجود يعني ومعدي يعني طيب النهارده عشان خاطر يعني مثلا في مراكز لو هنرجع تاني نتكلم على السيئه عشان يمكن هي المركز الوحيد اللي فاعل الفتره اللي فاتت يعني النهارده عشان خاطر حد يجي يقدم يعني في زي ما بيقولوا كده باللفظ العامي حوارات يعني لازم نشوف ونقدم الفكره وبعدين نستنى واصل الدور واصل الزحمه واصل لا دي مثلا افكارها مش متماشيه مع المكان وهكذا. ايه هي النهارده انا كمبدع او فنان عايز اقدم حاجه في الهناجر او اتعامل مع الهناجر هل هعاني؟ هل هاخد وقت؟ انا عايز اقول لك على حاجه وهل في محاذير ولا لا؟ عمر ما كان في محاذير. عمر ما كانت في فكره عليها وبدليل ان احنا عانينا من ده يعني حتى ايام تغيير الفقره او الماده 76 بتاعت لما في في العصر بتاعت في العصر الماضي اتعملت مسرحيه اسمها الحاله 76 وسببت لنا برضو مشاكل فيعني عايزه اقول ما كانش عندنا سقف للحريه الحقيقه يعني ما كانش برغم ان ده مركز يتبع وزاره الثقافه بالظبط ودي من ضمن الحاجات الحقيقه اللي كانت حاجه لافته انه كان نقدر نقول انه ناس كتير كانت فاكراها قطاع خاص علشان بقول لك الامن القومي كان قاعد عندنا كتير يعني لا ده على طول على طول ده حاجه كانت يعني تسليه يعني كنا احنا كده بيتسلوا عليه بس اعتقد برضو بإعاز من احد افراد الداخليه اللي يعني ربنا بقى يديله على قد اللي عمله انا بس عايزه اكمل على كلام شريف كمان فكره لو انا شاب وعندي فكره وعايزه اقدمها لان دايما الشباب يعني فكره ان وجود ساقيه الصاوي مع مركز هناجر حاجه كويسه جدا بس دايما بنلاقي ان اي شاب عنده اي موهبه ومثلا مجموعه شباب عاملين مسرحيه وعايزين يعرضوها في حته ما بيلاقوش حاجه يعرضوها فيها فهل فعلا في بس خلي بالك يعني انا مثلا بعد الثوره على طول انا جبت الولاد من التحرير لانه كتير جدا فيهم كانوا اشتغلوا معانا في الهناجر اللي كانوا بيعملوا مشاهد مسرحيه اثناء الثوره فجم وعملنا في الساحه كمان لسه برضو المكان لسه كان لسه فيه تشطيبات عملنا حاجه اسمها حواديت التحرير او حواديت الميدان ودي تقدمت في كده يعني من غير مقابل ولا حاجه وتقدمت للجميع المكان فيه تقدري تقولي مكان علشان تستضيفي حد بسرعه ويكون عنده حاجه يعملها زي ما عملنا في رمضان مثلا عملنا مثلا العبير علي مثلا فلان الفلاني عملنا حاجات كده بتبقى دي حاجات وليده الساعه مثلا يكونوا عاملينها وعايزين يقدموها بسرعه ومش باصين لانه هو مثلا حجز المهم حجز ولا مثلا ولا اي حاجه ولا يستنى ولا بروفات ولا اي حاجه ولا محتاجين خشبه مسرح بيقعدوا يوضبوا المسائل وتبقى مجهزه دي بيقدموا دي الحاجات السريعه اللي بتبقى مواكبه الحاجات ده اللي بيبقى عنده استعجال اللي عنده مشروع طبعا لازم يقدمه وطبعا هو هي خشبه واحده واحنا بنعمل نظام انه العرض ما يقعدش اكتر من 15 يوم لانه الا لو نجح او كده فنزود له ايام طبعا لو بيبقى في حاجات الجمهور بيفرض عليك انك تستمر حصلت قبل كده اكيد طبعا كتير. احنا كتير. كمان بنتمنى إن بس ده بتبقى على حساب بقى اللي مستنيين هل يعني هي خشبه واحده هل هيتم مثلا التنسيق مع بعض البرامج التلفزيونيه او بس مع بعض الصحف ان احنا نعرف برامج مسرح الهناجر او مركز الهناجر عشان دي بالنسبه لنا يعني. محتاجين احنا بنعمل اعلان في الهرم والفيسبوك نعمل اعلان في الهرم وبنبعت بقى على الانترنت والفيسبوك وكده دعوات بقى او برنامج يعني وبنحط بالظبط مهم جدا البرنامج بتاعنا على الـ يعني على السايت بتاع الهناجر عشان اللي عايز يدخل يشوف بالظبط يعني لكن طبعا ما فيش شك انه قبل الثوره برضو كان في محاذير كتير على انهم ياخدوا يعني خدوا حاجات من الهناجر عمرهم ما زعوها وحتى لما جم يعملوا اتفاقيه بين التلفزيون ووزاره الثقافه عشان ياخدوا مسرحيات انا اذكر انه قالوا لي يعني وقتها وقتها الله يمسيه بالخير بقى الاستاذ عاطف منصف قالوا له
احنا مستعدين نعمل، لان هو كان رئيس قطاع الانتاج وكان تبعه البيت اوكي. الفني وتبعه بيت الفنون الشعبيه، فقالوا له احنا هناخد كل حاجه بس بلاش الهناجر. انا دكتور يعني بالظبط لا تعليق. طيب بما ان احنا بنتكلم دلوقتي مؤخرا على الحياه الثقافيه في مصر وعلى تغيرات الحياه الاجتماعيه في مصر، عايز اعرف راي حياتك كده، هل تتوقعي حدوث تغيير او اندثار او يعني لاهميه المسرح للمسرح وللفنون بشكل عام بعد تقدم بعض القوى التي لا تحبذ هذه الفنون او هذه النوعيه؟ لا هو مع احترامنا الشديد طبعا. لا هو الحقيقه انا عايزه اقول حاجه، يعني انا اللي استغربت له قوي مثلا ويمكن هقوله دلوقتي على الملأ، انه مثلا اللي هو عادل عفيفي اللي كان مسؤول عن الـ عن الـ عن الجوازات وفي نفس الوقت هو دلوقتي رئيس حزب الاصاله، انا فوجئت مثلا بيه ان هو مثلا ليه افكار متشدده جدا، في حين ان هو ده انسان كان بيألف سيمفونيات وكان بيعزفها عندي في الهناجر، كنا بنعمله حفلات خاصه، وكان دعي في السويد واعتبروه رجل العام في السويد لانه مؤلف موسيقي مصري مشهور. ففوجئت بان هو برضو ان هو يعني عنده حزب الاصاله وفي نفس الوقت رافض تماما ان هو مثلا دعيته، احنا انا كلمت كل الناس اللي اشتغلنا معاهم فدعيته يعني، فاي لا معلش مش دلوقتي انا مشغول لا، لكن لقيت كمان ليه اراء في التلفزيون متشدده جدا عمري ما كنت اتصور ان انا اسمعها منه، لانه راجل طول عمره يعني يعشق الموسيقى، فاستغربت جدا. انا بقول ده على الملأ لان هو طلع على الملأ برضو قال يعني مثلا حاجات تعتبر تشدد غريب يعني مش متوقع. وبعدين انا عايزه اقول التشدد ده يعني ازاي مثلا انا اسمح لنفسي بان انا في الزمن ده اللي احنا فيه اللي هي سماواته مفتوحه والناس كلها وشايفين ازاي مثلا شباب الثوره قام بثوره شكلها ايه وقدر يعني يتحاور مع كل العالم بالشكل ده، ازاي انا اجي النهارده مثلا افرض عليه نمط حياه معين واقول له تعيش بالطريقه دي؟ اين الحريه الشخصيه؟ أين حقوق الإنسان؟ أين أي شيء آدمي؟ مين مسؤول عن مروح الجنة ولا النار؟ مش أنا، أنا المسؤول أمام الله طبعا. محدش تاني، محدش هيجي تاني يشيل وزر أنا عملته، يعني لو أنا عايشة في الخطيئة أو في الغلط أنا اللي هشيل وزر، ولو أنا عايشة في الحاجة الكويسة أنا اللي هاخد المكسب أو أنا اللي هاخد الحاجة النتيجة ثواب. الكويسة أو الثواب أو الحاجة الإيجابية. فكيف يسمح أي بشر لنفسه ان هو يديني تعليمات اعيش ازاي وامشي ازاي ويبقى كذا او كذا او كذا واعمل كذا واسوي كذا؟ انت ليك بس الحاجه اللي ما تجرحش المجتمع واللي هي تسمح بان المجتمع، المسرح طول عمره يعني احنا المسرح بتاعنا لما كنا بنعمل مثلا لعبه في الدماغ وبنهاجم امريكا علشان عشان العراق وعشان كذا، ولا لما عملنا مثلا حفلات التوقف عن الغناء لما كنا بنهاجم التعذيب في السجون، ولا لما كنا بنعمل مثلا القضيه 2007 لما كنا بنعمل حاجه يعني تسجيل لما تم في اسرائيل وفلسطين والحاجات دي كلها، هل ده يعتبر مسرح مثلا مبتزل مبتذل ولا ده؟ هي المهم انك انت تعمل حاجه ترقي من الانسان المصري، حاجه تعمل تهتم بوجدان الانسان المصري. الانسان المصري او اي انسان محتاج للموسيقى، محتاج للفن، محتاج لكل ده. اللي انا كمان بلوم عليه في كل الاحزاب مش بس الاحزاب الدينيه، انه ما شفتش ولا حزب مقدم تصور صحيح. ثقافي صحيح. ما فيش حاجه اسمها ثقافه مذكوره في اي حزب من الاحزاب، كل الكلام عن السياسه، كل الكلام على كذا، كل طيب لكن انت ازاي تخلق انسان كويس مهتم بالكرامه؟ هي الثوره ما طلعتش بتقول صح. عايز اكل، هي ما طلعتش ثوره جياع، هي طلعت تهتم بالكرامه وبالعيش وبالحرية. وبالحريه وبالعداله الاجتماعيه. الاول اعمل لي عداله اجتماعيه، خلي الناس اللي عايشه دي تبقى عايشه على مستوى ادمي، عايشه لاقيه تاكل وتشرب وتسكن الحد الادنى من الحياه، وبعدين تعالى كلمني بقى على البكيني ولا مش عارفه ايه ولا ايه ولا ايه، ايه الكلام الفارغ ده؟ بكيني ايه؟ مين بيلبس بكيني؟ ولا حتى اجساد المصريين يعني مش اللي هي بتاعت بكيني قوي يعني، فايه ده؟ ايه تضييع الوقت ده وقله القيمه اللي احنا بنعملها في نفسنا دي؟ إيه بكيني وبعدين مش عارفه بلاجات وخلاص طول النهار الناس رايحه على البلاج، هي الناس لاقيه تكمل الشهر عشان تروح البلاج،
يعني دكتورة اعتقد ان هدى. كلامك مش محتاج تعليق يا فندم. مبروك على المسرح الهنادي مبروك مبروك. ومركز الهناجر، واهو يعني احنا ان شاء الله من خلال اتمنى باذن نهارك الله. سعيد هنكون موجودين بكاميراتنا طول الوقت نغطي كل الايفنتس او كل الاحداث اللي موجوده. شكرا هيكون جزيلا. لازم بقى ده بقى دور المكتب الاعلامي عندكم ان هو يبعت لنا على طول طبعا، كل واحنا الاجنده برضه بتاعته واحنا كمان هنكون موجودين طبعا متواصلين معاكم. شكرا لكم قوي، وانا سعيده انكم انتوا تعتبروا برضو من يعني اولاد الهنادي. ايوه ايوه معترف. شكرا شكرا ميرسي جدا يا دكتور، نورتينا فعلا ومبروك، وبنتمنى ان شاء الله حفل افتتاح يكون حفل على مستوى مركز الهناجر ودار الاوبرا المصريه. الانفيتيشن على البيت لو سمحت فندم، عشان انا ايه يعني الدعوه بالظبط عشان ما حدش ياخدها. عشان انا بقى اكد. ميرسي يا دكتور جدا. مشاهدينا بندعوكم كلكم للعوده الى مركز الهناجر ومسرح الهناجر، لانه فعلا مكان محترم جدا جدا وستجدوا فيه ما يسركم. هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.